انه بلشت هلا ترجع لاموري يعني مثل ما كانت، بس بعد ما بتحس في هيدي الاجواء الفرح، يعني الكل بتحس عم يتصنع السعاده. تجربة خاصة، يعني أنا كنت قريبة من الانفجار، كنت دغري يعني ساكنة بمحل بوج البور 600 متر بيبعد، فالبيت كله تأذى، تكسر كل البيت وهيك، فكانت شيء كتير كتير صعب. فبعدني لحقت هلأ بحس باللحظة اللي مرقت فيها. بلشت هلا ترجع لاموري يعني مثل ما كانت، بس بعد ما بتحس في هيدي الاجواء الفرح، يعني الكل بتحس عم يتصنع السعاده. فبحس انه بدها بعد شوي وقت، يعني مع انه قلنا 3 سنين، بس بعدها كانه يعني جديد القصه، بعدنا عم نتذكر كل لحظه مرقنا فيها صعبه. بيروت بعمرها ما بتموت، ونحن شعب منتأقلم مثل ما تأقلمنا بخبرية الدولار، بأزمة البنزين، برجال السياسة اللي موجودين عنا بالبلد مثل ما تعودنا عليه، ونحن شعب بيتعود على كل شيء. أكيد الحزن موجود وأنا وكتار أشخاص غيري تضرروا بهذا الانفجار، بس ما فينا نوقف حياتنا. كل إنسان معرض للخطر ومعرض للصدمات، وما فينا نحن نكفي بهذا الشيء، لازم نكون عم نفكر بطريقة إيجابية ونعيش نرجع بيروت، لأنه بيروت بحياتها ما بتموت.